الاخت ديال الضحيه وفي نفس الوقت بحال ولدي بحال صاحبي بحال كل شيء. البارح مع شي 4:30 جات الدري كان مشى له البوست ديال الراديو ديال الطوموبيل ديالو، طوموبيل من جولف 6، وكان تخلى فيتو كيقلب، اتصل مع شي ناس من افيتو بانه غادي يبيعوا له داك البوست بشي ثمن مزيان وداك الشيء، قالوا غادي تجي عندنا من شارع الجيش الملكي حدا رمضان، رحنا تمايا مع ديك 4:30 ولا 5 ولا المهم عطاو الوقت. هذا هو هذا السيد فاش كان خارج قال للوالد ديالو الاخ ديالو قال لهم راني غادي نمشي عند نركب البوست للطوموبيل في البلاصه الفلانيه الفلانيه، وجا الوالد ديالو قال له ولدي الله يرضي عليك الطوموبيل مازال جديده نديوها لا ميزون، وجا قال له الوالد ديالي ماشي مشكل وراه درت مع الناس الكلمه وداك الشيء وهذا وهذا ونمشي عندهم، قال له هذا ولدي الناس هادو راه الطوموبيل غاليه خلينا نديوها لا ميزون. فاش مشى سيدي الدري ما بقاش باين مع شي 7:30 ولا شي حاجه كتجي مكالمه بان السيد مخطط 7:30 د العشيه تقريبا كانت تقريبا لان الساعه 6:30 ولا 7 بحال بحال تقريبا حنا كنا ضايخين جات المهم هذه الوقت ما بين 6:30 7:30 جات مكالمه بان السيد مختطف وكيضربوه وكيعذبوه وكيهضر مع الاخ ديالو قال له خويا الله يجازيك بخير اجي عندي انا راني مختطف في بن سوده اعتقني راني في بن سوده حدا واحد ديال الميكانيك سميتو الدباب. السيد المهم اتصل بالعائله اتصل بهذا حكيم عبد الحكيم المرحوم الله يرحمه مسكين سميتو عبد الحكيم، جاء انه اتصل السيد الاخ ديالو تا هو صغير تا هو عنده شي 28 ولا 29 عام، اتصل بينا نضنا حنا كنجري ومشينا للامن مشينا للدرك مشينا بدينا بالامن هو الاول قال لك اسيدي خصك تدوز 24 ساعه عاد يمكننا نديرو الاجراء ديالنا، ولينا طلعنا لان حنا كنسكنو في الطيب يعني بعاد على فاس محسوبين على الطيب طلعنا للدرك الملكي، الدرك الملكي قال لك حتى تدوز 24 ساعه فهمتي، ولكن من الحكم انهم كيعرفوا ان الدرك الملكي ديال الطيب وداك الشيء والجوره وهذه قال لك ماشي مشكل حنا غادي ندخلو غادي نشوفو شنو غادي نديرو غادي نقدروا نبداو البحث ديالنا من دابا في هاد الساعه لاننا كيعرفوه وكيعرفوا القيمه ديال داك الدري شنو كاين وكيعرفوا باه وداك الشيء. المهم هي هذيك بقينا كنقلبوا شي حنا بدينا كنقلبوا بن سوده لان المكالمه ديال السيد اللي كانت جايه كانت جايه من المصدر ديال بن سوده. يعني ما قالكمش فين كان كيتعذب واش في الطوموبيل ولا في الدار ولا لا لا من بعد هاد 4 ولا 5 ديال الكلمات اللي تقالوا قال له اخويا اعتقني انا كيعذبوني في بن سوده حدا الدباب. مشينا حنايا لتمايا شي دخل من هاد الدرب شي دخل من هاد الدرب العائله كبيره شي دخل من هنا شي من هنا شي من هنا كنسولو جولف كحله تي دي اي شنو هادي شنو هادي شنو هادي شنو هادي شنو هادي ما عطاونا حتى شي هذا. بقينا كنقلبوا مشي طلع للخارج فاس مشى للطريق سيدي حرازم كل واحد فين مشى العائله كبيره كل واحد هز الناس ديالو ومشى. بقينا كنقلبوا حتى كتجينا مكالمه مع 12 ديال الليل الاخ ديالو ولكن ماشي بالنمره ديالو لان في الاول الاولى فاش اتصلوا به قالوا له حنا كنعذبوا هذا اتصلوا بالتليفون ديال الضحيه. مع هذيك 12 ديال الليل جات مكالمه بالتليفون سميتو منهم بنمره غريبه ماشي بونكوني ولا برقم ولكن غريب. اتصلوا مع الاخ ديالو قالوا له الاخ ديالك هو عندنا صحيح ما فيه حتى شي حاجه ولكن يوم الاثنين ان شاء الله بحول الله غتمشي للكونت ديالو هو ديال الضحيه وغتحط لنا فيه 20 مليون غنديو الطوموبيل غنديو 20 مليون وغادي نعطيكم الاخ ديالكم صحيح مواكل شارب في امان الله وحفظه. المهم السيد دارت الحوار مع الاب ديالو داك الشيء قالوا له حنا شويه ونرجعوا نعيطوا لك وداك الشيء. جا الاب ديالو جا الدري الاخ ديالو تجمعنا كاملين جا واحد شويه المهم تقريبا شي ساعه المكانه ولاو عيطوا اتصلوا جا الاب ديالو قال لولدو الا هضروا معاك قول لهم يجيو يهزوها دابا بلا الصباح بلا غدا بلا حتى حاجه 20 مليون ديالهم لان بوه ميسر عليه الحمد لله بالعرق كتافو ما ماشي بشي حاجه اللي هي خدام. الدري الصغير عنده كيسير شركه تقريبا فيها 400 خدام ولا الله يعاونو الدري ساقم الدين والصلاه والعباده وربي شاهد عليا الكلام اللي كنقول. ومن بعد اتصلوا هما قال لهم السيد الاخ ديالو شوفوا الله يرزقكم بخير ما ندخلوا لا مخزن لا والو بغيت 20 مليون هاجي وديوها اي سبيس ولكن الاخ ديالنا ما تقيسوش. قالوا له لا السيد غيبقى عندنا راهين حتى اليوم الاثنين حتى النهار ديال الاثنين. وفوق جاتكم الاخبار ديال الموت ديالو اليوم ديال اليوم حتى اليوم في الصباح اليوم في الصباح حنا مشينا على ديك المعلومه ديال انهم الدري فاش كان غادي خارج قال له باه راه حنا راني في شارع الجيش الملكي قرب ديال حدا رمضان. مشينا كنقلبوا في لي باركين كاملين اللي كاف اللي كاف تما مشينا كنقلبوا كاملين قلبنا الاول قلبنا الثاني كل واحد كيقلب حتى واحد ما امتنع حتى واحد كنقول لهم اخويا واش نشوفوا لا كاب كيف اخويا دخل الاول الثاني الثالث الرابع وصلنا اللي هو مول المشكل قلنا الله يجزيك بخير بغينا ندخلوا نشوفوا هذا لا كاب راه عندنا واحد تي دي اي ما بغيناش نقولوا السيد مختطف
واحد هذا واحد الطوموبيل مسروقه. قلنا خويا نتوما ما ساكنينش هنا، الطوموبيل ما عندناش وانتوما ما ساكنينش هنا، ما نقدرش نفتح لكم. قلنا له علاش هاد الناس كلهم يعني اللي دخلنا عندهم كذا وهذه وهذه ما امتناش الا نتايا؟ نوضنا معاه الصداع، نوضنا معاه الصداع. بالتالي قلنا له بانك نتايا الا ما فتحتيناش الباب ديال الكراج انت راك مشارك في الجريمه، وهذا راه اختطاف. قلنا له في التالي ان الدري مختطف بالطوموبيل ديالو، يعني انت كتحمل مسؤوليتك. خاف السيد فتح لنا، دخلنا ما كنتش انا بالضبط، كان الاخ ديالي والاب ديالو وعمامو. كيدخلوا كيلقاو الطوموبيل اللي هي جولف 6 في الباركي اللي تحت في لاكاب. هي هذيك لان حنا كنا المسطره متبعينها مع الدرك الملكي، لان درنا الرابول ديالنا في الدرك الملكي. من بعد اتصلنا بهم 10 دقائق جاو. فين لقيتو؟ فين لقيتو السيد مقتول؟ في اين شقف؟ ما عرفناش بالضبط. في البرطمه الرابعه في الكاتريام. لا اسمح لي اسمح لي. المهم من بعد ما جاو الدرك الملكي مشاو هذيك العشرة ديال الدقائق، كان جا مول الموبيل، جا مول الموبيل ولا مول البرطمه. من حسن الصدف كيتصاب انه السيد ديالنا من 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 من, من المنطقه ديالنا. السيد اللي اختطف هذا؟ لا لا، المور الشقه، لان هذه الشقه كتكرا، هذه الشقه كتكرا، فهمتي؟ الشقه كيتكراو. كيتصاب هاد السيد كيعرفنا، كيعرفنا بقى كهذا ياك لاباس شنو كاين. قلنا له عبد الحكيم راه سرقوا لنا. قال لك السيد ما مرحبا على راسي وعينيا. كيطلع هو العم ديالو، طلعوا فتحوا الباب كيلقاو جنويه تقريبا قد هكا على حسب القول ديال العم ديالو وهذا، وكيلقاو ربعه ديال الشيشات ديال هذا ما عرفتش لان ما كنستعملهاش، قراعي ديال الشيشه ربعه، وكيلقاو السكين. عمو دار يعني شوف شنو غيشوف. مول الموبيل حيدهم، مول البارطومو حيدهم. هو كيف لقاوش؟ لقاوه مذبوح مجيف؟ لا هذه ما دخلوش مول البارطومو، دخلوا غير الشومبر الاول، فهمتي؟ ولاو خرجوا، يعني ما كانش باين لهم بان السيد تما 100%، فهمتي كيفاش؟ لقاش هما لقاو شقه ثانيه وشقه واحده اخرى، ماشي الشقه اللي دخلوا لها، فهمتي؟ هما دخلوا الشقه اللي ماشي فيها السيد، لقاو فيها غير سميتو. الساعه اللي دخلوا الفجر الدرك الملكي هو اللي فتح الباب، هو اللي دخل، هو اللي لقى الضحيه. يعني الضحيه كيف لقاوها؟ مذبوح ولا مخنوق؟ هو على حساب الدرك الملكي والامن الوطني، لانهم مشاركه بجوج، دابا دخلوا في هذا لافير بجوج. قال لك اسيدي واكل هو شي حاجه اللي مهلوسه، يعني كشيش ولا شي حاجه، والدري ما كيستعملوش، فهمتي؟ دابا قال لك هما عطاوه غير لا دروغ باش يدروغيوه باش ياخذوا الطوموبيل ولا يديروا شي حاجه. السيد عاب عليه قدامه الامانه، امته امانه ديالو. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في دوله اسلاميه ودوله اللي هي فيها الحق والقانون. حشومه عيب دري عنده 21 سنه كيقرا، مازال كيقرا في لافاك. اي واحد دابا سمع حاكم الفقروش ما غيتيقش، اي واحد في لافاك غيسمع الاسم ديال حاكم الفقروش غتجي صدمه ولا غتجي شي حاجه. الوالدين ديالو شنو نقولوا؟ ما قدرناش حنا نشوفوهم. شكرا خويا، ما كاينش شي مشكل.